إذن مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أعزائنا الأفاضل عشاق موقع جريدة في رحاب الجامعة وقناة أخبار الثقافة العالمية. نستضيف اللحظة السيد كتفي محمد المشرف العام لفريق النادي الرياضي المكناسي. حدثنا عن هذه الأجواء الرياضية وهذا يعني الزخم الكبير من يعني أبناء مدينة مكناس وخارج مدينة مكناس الذين حلوا إلى ملعب الخطاطيف من أجل حول التجربة يعني التي سبقت هذا اليوم. بعد الاجتماع اللي تعقد مع المكتب المسير ديال فريق النادي الرياضي المكناسي ارتئينا على اساس اننا نفتحوا المجال للمواهب ديال مدينه مكناس والنواحي، والحمد لله كما شفتوا اليوم جاونا لاعبين من الراشيديه، من الريش، من ازرو، من افران، من سبع عيون، من الحاجب، يعني جميع المناطق ديال المغرب. حاليا تقريبا احنا السن اللي حددنا اليوم هو 1999 و2000 و2001 و2002 و2003 و2004، ولكن من بعد فاش شفنا هذا الكم الهائل ديال اللاعبين اللي حضروا معنا اليوم ارتئينا على اساس ان 2003 2004 غادي ناجلوهم الاسبوع المقبل ان شاء الله، بحكم ان حاليا يعني مرينا من المرحله ديال 1999، فالعدد اللي كان تقريبا 200 لاعب اللي خضعت للتجريب تختارت مجموعه ديال الوليدات غادي نعاودوا نعيطوا لها مستقبلا في تجربه اخرى. حاليا بدينا مع في العمليه ديال 2002 و2001، فهي الان كتجرى على ارضيه الملعب، والعدد ديال اللاعبين اللي حاضرين معنا تقريبا شي 300 لاعب او اكثر، وكنتمنوا من الله ربي يوفقنا، وهذا دليل على ان النادي المكناسي مازال عنده الناس ديالو، مازال الناس كتبغيه، مازال الناس كتحبو. الدليل هو هذا القدر الهائل والكم الهائل ديال الاطفال، وكيشرف هذا الشيء كيشرف النادي وكيشرف المدينه. وكنتمنوا من الله، حنا الحمد لله كانت الانطلاقه البارح ديال الفريق الاول ديالنا انطلاقه جيده، كنتمنوا ان شاء الله نستمروا على نفس المنوال، حتى هذه العمليه كانت سبقات وقمنا بها في الفريق الاول، وتم استقطاب مجموعه من اللاعبين اللي شافوهم الجمهور المكناسي البارح في المقابله الاولى، والحمد لله شرفوا المدينه، وكنتمنوا انهم يمشيوا على نفس الدرب ونحققوا الصعود اللي هو الهدف الاول والاخر ديالنا ان شاء الله هذا العام. نعم، من خلال صبيحة هذا اليوم تبين لنا على أن هناك لمسات متميزة للعديد من اللاعبين، وهذا ما شاركنا فيه يعني بعض الملاحظين، ولكن لكم كتقنيين رأي آخر. إذن حول اللمسات، حول الفنية التي يعني أبدع فيها بعض الشباب والشبان. فمجموعة من الشباب الحمد لله كيتوفروا على مؤهلات عالية وعالية جدا، وحنا تفاجئنا بالمستوى ديال بعض اللاعبين بكل صراحة، أنهم كيمتازوا بتقنيات عالية، وهاد الفرصة هذه ربما ما كانوش كيلقاوها من قبل، ولكن اليوم فاش تحت لهم احنا شنا، وهاد المواهب هذه كانت ممكن انها غادي تقبر مع المدة، ولكن الحمد لله احنا اكتشفناها اليوم، وغادي تفاجئ الجمهور المكناسي ان شاء الله مستقبلا. عناصر جيد 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 جيدة، كاين لاعبين وبعض اللاعبين من الراشيدية اللي عندهم مستوى عالي وعالي جدا، وان شاء الله احنا في صدد باش نستقبلوهم من مدينة مكناس، نقصوا معنا في مدينة مكناس. وكاين دراري اللي كانوا تيمارس، وكاين اللي كان تيمارس ببعض الاندية، وكاين اللي كان تيمارس غير في الازقة ديال مدينة مكناس، والحمد لله بينوا. حنا حاليا مختارين في الاختيارات، كاين واحد العدد واحد الكم هائل، وان شاء الله غادي تحضروا معنا العملية النهائية ان شاء الله مستقبلا، وكنتمنى ان يحضروا الناس ويشوفوا هذه المواهب اللي كتسخر بها مدينتنا. اذا بعض التقنيين ما كنبغيش نقحموهم في بعض الاراء فيما يخص النادي المكناسي ومن ناحيه كذلك المسؤولين. الان الفريق النادي المكناسي جاهز، هناك جمهور، هناك يعني طاقم تقني واداري يسهروا على يعني هاد العطاءات اللي كنكتشفوها. ما هي رسالتك للجهات المسؤوله بحكم انك مواطن وليس مثلا تقني الان، لان لك راي كمواطن ومن مدينه مكناس؟ فالرساله اللي يمكن نوجهها للمسؤولين بمدينه مكناس هو انهم يوقفوا مع الفريق، فالفريق بامس الحاجه ليهم دابا، الا كنا باغيين الفريق ديالنا يرجع لقسم الصفر، فالان الفريق يتوفر على مكتب شاب جيد للغايه، ناس كيضحيو من المال ديالهم الخاص، كيضحيو بالغالي والنفيس،
حاليا كما شفتوا الصباح حاضر معنا نائب الرئيس الاول ديال النادي الرياضي المكناسي، وهذه سابقه ان ما عمرك كان تيحضر المكتب في العمليه ديال التجريب ديال اللاعبين، اليوم هما حاضرين معنا. كنتمنى من الناس المسؤولين باش يلتفتوا للنادي فهمتي ويحضروا معنا في يجيو للتيران ويشوفوا على الحقيقه ديال النادي الرياضي المكناسي وكيفاش غادا النادي الرياضي المكناسي، ولا كان اذا كان شي وقت محتاجه فيه النادي المكناسي الناس دياولها راه هو هذا الوقت هذا. فالان امس الحاجه بخصوص ان انطلاقه بالامس كانت انطلاقه الحمد لله جيده، فخصنا التشجيع لدوك العناصر اللي هي كتمزج ما بين العناصر ديال التجربه وعناصر شابه، والحمد لله البارح الجمهور اللي حضر معنا راه استمتع بمقابله جيده واداء في المستوى، وهذه ان شاء الله غير انطلاقه، وحنا تنقولوا ان القادم افضل ان شاء الله، ولكن ديما خص الناس ديال المدينه يوقفوا جنب الفريق، حيت حاليا كما كنعرفوا فالفريق من بعد الانتصار تخصو المنحه ديال 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 الفوز، زائد ان دابا حنا كان يعني في الاخر ديال 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 الشهر، فاللاعبين غيحتاجوا حتى هما لي صالير ديالهم، فكنتمنى ان من الناس ديال المدينه فيوقفوا مع الفريق ويجيو يساندوا الفريق ومرحبا بهم، والاخوان ديال المكتب ما كنظنش ان بحكم القرب ديالنا لهم فهو الباب ديالهم مفتوح، الاستاذ رضوان راه ديما تيهضر في منابر اعلاميه راه تيهضر على هادشي تيقول له اللي بغى يجي مرحبا به، وتا حنا تنقولوها نيابه عن الاخوان ديالنا، فاللي بغى يجي راه النادي المكناسي راه ديال كلشي راه ما ديال حتى شي واحد. إذن هذه شهادة من مواطن ومن رجل تقني مشهود له بالكفاءة، إذن أقول لأمهات وأباء هذا الشباب الذين حضروا إلى ملعب الخطاطيف هذا الملعب التاريخي أنه يكونون مطمئنين على أن الاختيار سيكون من خلال القدم والعطاءات وليس من بك صاحبي كما يقول المثل. إذن كان معكم موفد جريدة في الحبل الجميع ومثل القناة أخبار ثقافة العالمية من قلب ملعب الخطاطيف بالحاضرة إسماعيلية مكناس، ألقاكم في رعاية الله. ولكن عندنا كلكم بحال اللي في رجليه راه غيدخل طالع مفهومه ماشي، حنا غادي نتصلوا بكم في التليفون ولا غنصيفطوا لكم بالميساج على التوقيت ديال الحج الجاي ان شاء الله، ومرحبا بك انت ما تمشيش انت باقي ما تمشيش صافي تبارك الله عليكم وسبحان بزاف الدراري الراشيديه ما يمشيش الدراري الراشيديه نهضر معاهم حتى نجاوب عاد نهضر معاهم فينا هما يلا فوق جيتو نتوما شوما من مكناس؟ مكناس علاش جيتو لهنا في هذا الملعب الخطاطي؟ نلعبوا كرة باش تنتقيو فايتين كتلعبوا الكرة؟ ضروري شنو من بوست كتلعب؟ اتاكوس انت؟ ميليو ديفونس انا شحال عندك من السنة؟ انا 15 شنو اللي كيلعب مع شي فرق؟ جيتو دابا يعني توجدوا راسكم باش تدافعوا على القميص ديال نادي المكناسي، وكيفاش كتشوفوا الفرق النادي المكناسي الحالي؟ كي جاتكم 3-1 ما تفرجتوا البارح؟ عطونا كيفاش كانت المقابله البارح؟ مقابله رائعه. شنو هي المواقع ديال الضعف والقوه اللي كان نشتوا البارح؟ باش وسط الميدان الاداره ديال مزيان. عندنا شنو تقولوا للمسؤولين شنو تقولوا؟ الكم الهائل اللي جا اليوم يحضر الكاس هذا. شكرا. وعليكم السلام. شكرا مع المبادره. يا. ان شاء الله تبارك الله عليك. يا. إذن هذه رسالة قوية لكل المسؤولين لكل الداعمين لكل الجهات المتدخلة وكذلك للمجتمع المدني، وخاصة نذكر كذلك المستثمرين هؤلاء شباب الحاضرة الإسماعيلية مكناس جاءوا من كل فج عميق من أجل المشاركة ومن أجل تقديم كل ما لديهم من عطاءات من أجل حمل القميص قميص الأحمر قميص النادي المكناسي. نتواجد الآن هنا على رقعة ملعب الخطاطيف بالحاضرة الإسماعيلية مكناس تقنيون
ومسؤول هنا يتابعنا عن كثب وقائع هذه الانتقاء ولمختلف السنوات. إذن هذه دعوة إلى الجهات المسؤولة لتكثيف الجهود من أجل دعم الفريق وكل الفرق المكناسية، سواء منها الوسلانية أو كذلك فريق النادي المكناسي وكذلك فرق الأحياء. إذن منكم وإليكم هؤلاء الأطفال والشباب جاءوا للمشاركة ولإثبات على أنهم مستعدون للدفاع عن القميص الأحمر، قميص فريق النادي المكناسي العريق الذي كان يحسب له ألف حساب. وهؤلاء الشباب جاءوا لإبراز مؤهلاتهم في مختلف الرياضات، ولكن الآن مع كرة القدم. إذن ألقاكم في رعاية الله. Let's go!
دابا نقبضك مرة أخرى. وي وي وي